بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحكمة الطبية لقيام الليل. يؤكد الأطباء حديثا أن القيام من الفراش أثناء الليل والحركة البسيطة داخل المنزل والقيام ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة وتدليك الأطراف بالماء والتنفس بعمق له فوائد صحية عديدة. قد أثبتت الدراسات العلمية أن الإنسان الذي يستيقظ لبعض الوقت ليلا فيقوم ببعض النشاطات فإنه لا يصاب بالموت المفاجئ أثناء النوم. فالحمد لله الذي أرسل لنا نبي الرحمة ولم يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة ومنفعة لنا في الدنيا والآخرة. فقد كان يقوم من الليل فيتوضأ ويصلي ويتفكر في خلق الله. فهل نطبق ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن القرآن الفجر كان مشهودا. سورة الإسراء آية 78، والله أعلم.